نرحب بحضراتكم من جديد. النهاردة 22 أبريل، وفي هذا التوقيت بيحتفل العالم بالذكرى 52 ليوم الأرض. الحملة السنة دي شعارها استثمروا في الكوكب، وبتهدف لنشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية. يحتفل مليار شخص في 192 دولة اليوم بالذكرى 52 ليوم الأرض، وتركز حملة هذا العام التي تأتي تحت شعار استثمروا في الكوكب على إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ، إضافة لتشجيع الجميع، حكومات وأفراد وشركات، على القيام بدورهم ونشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وإبراز القضايا البيئية كإحدى القضايا الأساسية في الكوكب. وساعدت الاحتفالات الماضية بيوم الأرض على تزايد الاهتمام بالمناخ ووضع تشريعات في جميع أنحاء العالم لحماية البيئة وإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض. وبهذه المناسبة نشرت وكالة ناسا صورتها الأيقونية للأرض من القمر، كما تم اختيارها هذا العام لتكون شعاراً في احتفالات يوم الجمعة بيوم الأرض.